في الانفتاح العمالة اللي خرجت كان طالع مع الحصيرة والبتاع، راح رجع في ايده اليمين كاسيت وفي ايده الشمال البؤجة اللي كانت معاه. ايه ظاهرة الكاسيت في ايده؟ إيه؟ اذاعة متنقلة بعد ما كانت الاذاعة ثابتة، اذاعة القاهرة، وكانت بتبس البيانات وبجوارها كل ما له قيمة سياسيا وفنيا واجتماعيا كان بيتقال فيما قبل. ثم بدأت أغاني معينة تظهر للعمالة اللي خرجت برة، أصبح ليها فن، فهي الفن ده يبقى يطابق ما بداخل الكاسيت يا هيرفض اللي بيتقال. ساعد في هذا وفاة عبد الوهاب، وفاة عبد الحليم، وفاة أم كلثوم، كتير ماتوا من حياتنا. وجيل الوسط اللي هو كانوا بيسموه الصف الثاني، ما كانش صف ثاني، كان صف العاشر أو الاثناشر، ولكن تحت مسمى أنه الصف الثاني، خدنا وقت لغاية لما دخلوا دايرة الضوء. عمال ما دخلوا دايرة الضوء كانت فيه طفيليات من الأغاني، الطشتقلي، العتبة جزاز، بعض الاغاني اللي زادت وكترت وبدات تملى حياتنا على انها شعبيات. تمام. هذه الاغاني لقت هوا عند بعض الناس، الكثره اللي سافرت ورجعت وبص لقى كل شيء مباح، ما فيش رقابه. كان الاول فلتر الاغاني الاذاعه، من صنع عبد الوهاب الاذاعه والجمهور، من صنع ام كلثوم الاذاعه والجمهور، من صنع كل ما تم صناعته من فنانين ولهم ألقاب، الجمهور والإذاعة. تمام. ثم بدأ الجمهور يفرض، الجمهور يفرض بعض الفنانين التي تعبر ما عن ما بداخل الكاسيت اللي في ايده اللي دخل بيه. تمام. طب ايه هو ده؟ بدأت تتعمل قماش في اي حتة فاضية واي حد يخش يغني، وكان ياما الشرايط قليله، فبقينا نمسح بعض الشرايط الكاسيت ونملاها من اول وجديد وتطرح في السوق. طبعا. بقت تبيع، بقت تعمل شويله فلوس. ايوه. بدات تطمع كتير من الناس انهم يخشوا هذا المجال، فدخل هذا المجال جزء من اللي كان معاه كاسيت في ايده وكان بؤجه فلوس في ايده الناحيه الثانيه. ايوه. دخلوا هذا المجال وبدأوا ينتجوا مما بداخل الكاسيت. طب ايه اللي داخل الكاسيت؟ إذاعة متنقلة خاصة للشخص وللفرد. بالظبط. إذا دخلنا عصر التنافر الذوقي، فلان حسين غير علي غير إبراهيم غير جرجس غير مين بتاع، كل واحد من خلال الكاسيت اللي كان في ايده، كانت أيامها المطارات، تبص كمية الكاسيتات اللي داخلة في إيد الناس أكتر من كمية أي شيء أنت عايز تحسبه. كانت ظاهرة. من هنا بدأ سوق الكاسيت يتملي ويتملي أي شيء. حتة حب الاستطلاع بتاعت الجمهور اختفت. كان الأول لما تذيع أغنية تحمل لفظ لا يليق، الناس تبص حواليها، فين البوليس؟ الله، دول اتسابوا ازاي؟ الله، فين المصنفات؟ الله، فين النقابة؟ الله، فين الجمهور اللي هو كان بيحكم؟ هتقول لي ايام عبد الوهاب وسيد درويش كان ارخ ستارك فرحنا احسن جيرانك تجرحنا. طيب. ما قالش احسن جيرانك تفضحنا. قالك احسن جيرانك تجرحنا.